شو رايك بالحريم اللي صاير باسرائيل؟ مش في حريم باسرائيل والله. شو رايك بالحريم اللي صاير باسرائيل؟ شو بعرف ليش طلعت على الحرم؟ الله يكبر عنا. امين. لا لا ما بعرف لا احكي ولا اكتب. شو رايك بالحريم؟ انا بعرف شيء. شو بده يصير اسرائيل؟ اسرائيل ما شفته طبعا الارض لانه بس الشيء اللي على الارض ما لانه والله انا جي حجي مشهور كثير مشهور والله انه 5 سنين عم نحترم هذا طلع فينا وقفت على الحريق عندنا. يعني هلا انت متضامن مع الحريق اللي صار باسرائيل؟ ما دخل. يعني انت متضامن مع اسرائيل ولا متعاطف مع الحريق؟ طبعا انا متضامن مع الارض ما في اقول لك والله. مع اسرائيل ولا متضامن مع الحريق؟ لا متضامن مع الحريق. اخي انت شو رايك بالحريق اللي صار باسرائيل؟ شيء تمام الحمد لله. وهذا سبب منع الاذان في المساجد. عرفت والله عز وجل كبير اكبر من كل الظلام اللي بالارض. يعني انت بتعاطف مع اسرائيل ولا متضامن مع الحريق؟ تنتين بيضحكوا. وما عندي علم. لا عندي تلفزيون ولا عندنا كهرباء على ضوء الشمعة. طبعا بحب وجه له انه نورك شعشع اسرائيل شعشع وطفعت من الليل. نعم نوره هو عم يشعشع عم يروي فؤادنا.